السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا صغاري؟ بخير؟ الحمد لله. ما هو يومنا؟ إنه يوم الأربعاء. وما هو حرف الأسبوع؟ إنه حرف الواو. واليوم سنتعرف على طريقة كتابة حرف الواو. ولكن قبل كل شيء، هيا بنا نراجع الحروف الأبجدية. ألف ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص د ط ظ ع غ ف ق ك لام ميم نون هاء واو ياء. نراجع الآن يا صغاري الصور التي تبدأ بحرف الواو. لدينا وزة، ورد، ولد، وهذا هو حرف الواو. إذا واو، وزة، واو، ورد، واو، ولد. والآن يا صغاري نمر إلى طريقة كتابة حرف الواو. لدينا هنا حروف الواو منقطة ولدينا النقطة الحمراء. النقطة الحمراء يا صغاري هي نقطة البداية، دائما نبدأ من النقطة الحمراء. إذا نبدأ من النقطة الحمراء ونتبع النقاط. واو، نعيد، نبدأ من النقطة الحمراء، نصعد فوق ثم ننزل تحت السطر. واو، نعيد، واو، نعيد للمرة الأخيرة، نبدأ من النقطة الحمراء، نتبع النقاط. واو، هذه هي صغاري طريقة كتابة حرف الواو. لدينا الآن نشاط حرف الواو. كما ترون يا صغاري لدينا ورقة عمل حرف الواو مفرغ، سنزينه بكرات القطن. نضع السمخ أولا ثم نضع كريات القطن. اخترت اللون الأحمر، بإمكانكم اختيار أي لون. نضع القطن في اتجاه كتابة حرف الواو. بهذا يا صغاري نكون قد زينا حرف الواو. وصلنا الآن يا صغاري إلى نهاية الحصة. في أمان الله.